أما تعليقة بتعليقة في كالة كبيرة ووجهة مغربية تكريس مبادئ الشفافية والمسألة والمشاركة والمواطنة إذا كان على الموارد تنظيم الجامعة الترابية برنامج كما جاء على ذكر الإنسان الأخر أهدافه هي مؤسسة مبادئ الانفتاح من أجل جماعة منفتحة وتكريس الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة وما يضمي هذا البرنامج إلى جعل المواطن شريكا في تحديد الاحتياجات وجلب الحلول وكذلك يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والبرامج الجماعة الترابية. سأترك الحصول على أداء النجاح يعني يخوننا الجماعة بفضل هذا المجهود اللي كيديروا الجماعة وبعد البرامج المالية توصل ولا تحقق واحد الدعم المالي مهم دائما يقارب 850 مليون دولار يعني يشكل دعم المالي هامل للجماعة. إنارة، قلنا لكم إنارة، نخدموا على جوج
وذلك بتأهيل مصادر كهربائية لجميع فرق المتين وكونوا واقعيين. قداش الإخوة كونوا واقعيين دابا لا علاش نتحول لا وهذه الحولة هذه الحولة أنا عندي مدة تدريبية روسية فيها 6 سنين وهي اللي كنحاول نعلم بها مدة 6 سنين ونهار اللي نسافر كمل المدة هذه يكون التقييم أنا ديما التقييم بكري على الأولي ولا على الثاني فهمتي ودي الساعه المواطن كامل الحريه هو يقرر واش كنا في المستوى ولا عاود فينا راه هو كان من شي حاجه يعني اليوم لا حاجه المواطن ولا حاجه مع عاود كاين مجال المقارنه كاين زدنا رياحنا تقريبا 150 مليون في شهر بسبب وجود شبكات مياه عديدة يعني كان الصقر كيتم دلنا العدد